So my dear students of primary 6, how are you today? Welcome back in our English Day in our program مدرسة على الهواء. أعزائي طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا مدرسة على الهواء مادة اللغة الإنجليزية. يسعدني يكون معايا اليوم في الاستوديو مسز فاطمة عبد الواسع. هلو مسز فاطمة. هلو مسز نهى. How are you? Fine, thank you. Thank you. مسز فاطمة، last episode we started unit 7 Zoo Animals Escape. Zoo Animals Escape بمعنى unit 7 بمعنى هروب حيوانات الحديقة، وخدنا مع حضرتك lesson 1 اللي هو دايما بيبقى الكونفرزيشن تايم، وكانت بتتكلم عن الامرجنسي كولز يعني اتصال الطوارئ، وخدنا كمان مع حضرتك كده analysis وخدنا مراجعة على الباست سيمبل تنس، وكمان خدنا الورد تايم مع حضرتك اتكلمنا عن الحيوانات what kinds of animals اللي هي التيم اللي هي الحيوانات الأليفة، وكمان خدنا الوايلد انيمال اللي هي الحيوانات البرية. اوكي، ونكمل مع حضرتك اليونت ان شاء الله النهاردة. اوكي. هو زي ما لسه قايلين في سامري عن زو انيمالز سكيبز اللي هي هروب حيوانات الحديقة، وده بيحكي طبعا عن حالة الامرجنسي الطوارئ، والطوارئ كان لها كويستشن اسمه واتس ذا امرجنسي اللي هي ما هي حالة الطوارئ، او في between a calling between someone and an officer اللي هو الضابط او البوليس مان، وطبعا بيكون اثناء الكولينج بتقول اللي هو question what's the emergency، فقال there is something something happened in my garden، وحكى طبعا و there is I think it is a wild animal اللي هو حيوان وايلد، خدنا اللي هو وايلد يعني بري، قلنا الفرق بين الوايلد والتيم. الوايلد اللي هي كل الحيوانات اللي هي eat meat، لكن التيم اللي هي eat اللي هي grass or anything اللي هو الأكل العادي أو can treat with it. Today إن شاء الله we are going to take هناخد طبعا lesson 3 and 4 وبيتكلم برضو عن حالة الطوارئ وعن what kinds of animals اللي هو أنواع الانيمالز الموجودة في الزو والموجودة in the world عامة، وهناخد حاجة مهمة جدا في التينز اللي هو past continuous اللي هو الماضي المستمر، و what is the difference between the past simple and the past continuous. دلوقتي هناخد أنواع، هنعمل refresh كده على أنواع الحيوانات كلها. Number one اللي هو tiger. Tiger يا مسز نهى what kind of it? It's a wild animal. It's a wild animal. طبعا التايجر اللي هو النمر ده حيوان بري، حيوان متوحش يعني. اوكي. باندا. باندا طبعا احنا عارفين ان الباندا تيم، but the bear اللي هو الدب العادي it's a wild animal. اوكي، يبقى تايجر طبعا اللي هو تايجر زي ما احنا شايفين it is dangerous يعني خطير، لكن الباندا it is safe can't treat with it. ده اول نوع معانا من الايه، من الانيمالز. اوكي. نمبر 2 ايجل. ايجل يعني النسر. ايجل. نمبر 3 بير اللي هو الدب، واحنا عارفين ان الدب كنا واخدين الباندا اتس ا كايند اوف بير يعني نوع من انواع الدببه، لكن البير العادي الدب العادي يعتبر وايلد انيمال. اوكي. وات ايلس؟ كانجارو. كانجارو. باروت. كانجارو it is a team animal اللي هو حيوان برضو بس بيعيش طبعا في الفورست في الغابات. وباروت، باروت لسه واخدين دلوقتي الايجل، والباروت not animals اللي هي kind of birds اللي هي نوع من انواع الايه البيردز، يبقى كانجارو اللي هو حيوان، الكانجارو والباروت اللي هو البغبغان، وكان سبيك بيقدر يتحدث يتكلم يعني. اوكي. another slide. deer اللي هي الغزاله. deer. camel اللي هو الجمل طبعا. طبعا البيكتشر باينه جدا، look at picture and you will understand. deer اللي هي الغزاله والكامل اللي هو الجمل. في خدنا اتنين بنفس النطق يا مسز نهى، دير ودير الاتنين دي اي دبل اي ار، ودير اللي هي دي اي اي ار بنبدا بيها اللتر بتاعنا دير اللي هي بمعنى عزيزي. اوكي. خي. في معانا كمان لاين اللي هو الاسد ذا كينج اوف ذا فورست، والجيراف جيراف اللي هي طبعا نوع من انواع الحيوانات واحنا عارفينها طبعا اللي هي التيم انيمال. اوكي مسز فاطمه دلوقتي معانا اتصال. اوكي. الو، معانا احمد من كفر الشيخ. الو. الو. هلو احمد. هاي مس. هاو ار يو؟ اي ام فاين ثانك يو. ثانك يو. دو يو هاف اني كويستشنز؟ عايزه سي. Do you want to be asked? Okay. بس احمد ان شاء الله من المرات الجاية انت هتذاكر واي حاجة تقف قدامك لازم تتصل تقول لنا اسئلة، انت بقى اللي تسأل. اوكي. 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 معاك ميسيس فاطمة هتسألك يا احمد. هلو احمد. احمد. هلو. هلو. How are you? I'm fine. اوكي. معايا دلوقتي underline. احنا طبعا تبعتنا الحلقة اللي فاتت ولا لا؟ لا.
طب احنا خدنا دلوقتي سؤال بيسال على الايمرجنسي واتس ولا هاوز ولا ويرز ذا ايمرجنسي وات هناخد ايه واتس 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 ذا ايمرجنسي ده اكسبريشن على بعضه بيسال عن حاله الطوارئ في زو انيمال سكيب ثانك يو ثانك يو احمد ثانك يو ارمو ثانك يو احمد اند جود باي جود باي دلوقتي هنكمل مع ميسس فاطمه بس هناخد دلوقتي الفوكس تايم الفوكس تايم بتاعنا اللي هو الجرامر بيتكلم عن حاجه اسمها الباست كونتينوس ايه هو الباست كونتينوس ده اي حاجه فيها كلمه كونتينوس يعني مستمره يعني لازم احط فيها الاي ان جي الباست كونتينوس ده بيتكلم عن الماضي المستمر يعني ايه ماضي ومستمر يعني حاجه حدثت في الماضي واستمرت فتره في الماضي بيتكون من ايه بيتكون من واز وير بلس الفيرب بلس الاي ان جي عارفين طبعا ان واز بتيجي مع المفرد وير بتيجي مع الجمع احنا طبعا هناخد مع ميسس فاطمه وهنقول علاقه الباست كونتينوس مع وين ووايل اوكي ميسس فاطمه نشرحها مع حضرتك على الداتا اوكي هو احنا عندنا تو تينس يا ميسس نهى اللي هو الباست سيمبل والباست كونتينوس الباست سيمبل اللي احنا اتكلمنا عنه اللي هو الباست سيمبل الحاجه حصلت اند اندد ان اكشن هابند ان ذا باست اند اندد يعني حاجه حصلت في الماضي وانتهت واللي احنا اتكلمنا عنه اللي هو ريجولار وايرريجولار وعرفنا ريجولار بتبقى بتنتهي بدي واي دي او اي اي دي لكن الايرريجولار بتحفظ كما هي علينا حاجه برضو في يونت 7 اسمه الباست كونتينوس ايه الباست كونتينوس زي ما استاذنا لسه قايله دلوقتي اللي هو اكسبرس اباوت ان اكشن هابند ان ذا past but it takes او talks time خد وقت يعني حدث حصل في الماضي وخد ايه وقت تكوينه ازاي الفورم كل زمن ليه فورم ليه شكل اللي هو شكله ايه مع اي و اي وهي وشي وات بناخد was ونحط الفيرب ing لكن مع they we you بناخد او اي حاجه بياخد where والسنجلر المفرد بياخد was اوكي طيب الكي ووردز اي زمن يا مسز نهى اي زمن ليه كي ووردز يعني كلمات داله ايه الكلمات الداله اللي احنا قلنا في الباست سيمبل الكلمات الداله اللي هي yesterday last ago انا هعمل كده على الداتا اللي هو ديفرنس بتوين زم اللي هم اختلاف okay. بينهم هما الاثنين اكسكيوز مي مسز فاطمه معانا اتصال okay. معانا يوسف من اسكندريه هلو الو 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 يوسف الو مي هاو ار يو فاين Okay. okay, what about your results, your marks? درجاتك كانت عاملة ايه بقى في الترم؟ The full mark. Excellent, Yusuf. Congratulations. مبروك. Okay. Do you have any questions, Yusuf? No. want to be asked. You want to be asked? Okay, Mrs. Fatma, Yusuf هتبقى معاك لكن احنا اتفقنا ان شاء الله من اول المرات الجاية. انت وانت بتذكر طلع لنا الاسئله الصعبه اللي وقفت قدامك او اي حاجه انت مش متاكد من اجابتها او عايز تسال في اي شيء يا ريت تتصل تسال فيه اوكي يوسف اوكي معاك مسز فاطمه يوسف هاو ار يو هاي مي هاي دلوقتي انا هدي لك احنا انت طبعا اكيد ذاكرت ذا سكول كونسرت اللي هي حفل الموسيقى في المدرسه هدي لك سام ادجكتيفز اند يو تيرن ات تو ادفيرب اوكي يعني هديك adjectives اللي هي صفات وانت هتحولها للادفيربس الاحوال اوكي اوكي good will excellent bad badly fastly اوكي طيب لو انا قلت لك يا يوسف she لو قلت underline مثلا she played she ايه She played the cello. Good, bad, well. Well. هناخد ايه؟ well طبعا. هناخد ايه؟ well. Well يعني حسنا. يبقى she played the cello. Cello اللي احنا قلنا زي الباس. هتاخد ويل قلنا جود لا وباد لا عشان هم adjectives لكن ويل اللي هي جيدا اول ما الاقي فيرب يا يوسف اول ما الاقي فيرب when I want to describe the verb انا عايزه اوصف الفعل لازم احط له ly الا اذا كان في حاله شاذه زي جود احنا عارفين ان هي ويل لكن انا بوصف الفعل انت بوصف ان هي بتعزف sadly badly slowly loudly and so on لازم نزود لها ly اوكي يوسف ثانك يو اند جود باي
You are excellent, يوسف. هناخد دلوقتي الديفرنس بين past simple and past continuous. قلنا الاختلاف هكتب الكيوردز بتاعت ده والكيوردز بتاعت ده والفورم والفورم عشان احنا علينا الاثنين. اول حاجه الباست سمبل، احنا قلنا الباست سمبل اللي هو الفورم بتاعه ازاي؟ اخره دي اي دي اي اي دي او الريجولار زي ما احنا حفظناه. اوكي؟ لكن الباست سمبل الفورم بتاعه واز وير بلس الفيرب بلس اي ان جي. ادي اول حاجه الفورم. تاني حاجه الكيوردز، الكلمات الداله. كلمات الداله الباست سمبل يسترداي، اجو، وانس، ذيس مورنينج، لاست، وبيفور، وان ذا باست. ادي الكلمات الداله على الباست سمبل. نيجي على الكيوردز بتاعه الباست كونتينيوس اللي هي زي هنا يسترداي لوحدها، لكن لو حطيت لها قبلها اول يسترداي اخد الباست كونتينيوس، وفي از وجاست از ووايل وين. دي كلها كيوردز من كلمات اللي بتدل على الباست كونتينيوس. يبقى اول حاجه الفورم بتاعه هنا شكله يكون دي او اي دي او اي اي دي او الريجولار هو بيحفظ زي كام كان ران ران اتسي، لكن الشكل بتاع الباست كونتينيوس مع اي وهي وشي وات او اي حاجه سنجولار مفرد ناخد واز بلس الفيرب بلس اي ان جي، لكن مع اي حاجه بلورال او ذي وي ويو ناخد وير بلس الفيرب بلس اي ان جي. هنا الكلمات اللي بتحدد لي الكي ووردز بتاعت الباست سمبل اللي بتحدد لي اخد الفعل في الباست اللي هو في الفورم ده هي الكلمات دي زي يستر day و ago once. اوكي مسنا. اوكي معنا اتصال ميسس فاطمة. اكسكيوز مي. الو معنا مريم من اسوان. الو الو مريم. الو طب نكمل مع حضرتك مريم. اوكي الكي ووردز الاول ما اشوفها اخد الباست الباست سمبل زي يسترداي واجو وانس وان ذا باست بيفور ولاست ودي كلها وذيس مورنينج. دي كلها كلمات اول ما اشوفها اخد الفعل في اي دي او دي او اي اي دي او فعل في الباست زي ران ران ريد ريد سويم سوام. ده كده خلاص الباست سمبل. الباست كونتينيوس اول ما الاقي كلمه اول يسترداي لو حطيت كلمه اول قبل كلمه يسترداي اخد واز او وير بلس الفيرب بلس اي ان جي. لو في وين او وايل او از كلمة when معناها لما او عندما، وكلمة as ووايل وجاست as التلاتة نفس اليوسج نفس الاستخدام وبرضو نفس بيجي وراهم الباست كونتينيوس. اخد اكزامبل يا مسز نو لو قلنا فور اكزامبل مثلا بتكلم عادي لو حطيت اللي هو الباست سمبل في الباست كونتينيوس في جملة لو قلت I was reading وهكتب limited time. دي حاجة جديدة يا اولاد لازم تعرفوا اسمها limited time برضو من الكلمات الداله على الباست كونتينيوس. يعني انا بحدد من الساعه كذا للساعه كذا، يعني من الساعه from مثلا 6 to 9 انا I am sleeping I was sleeping from 6 to 9. ده كده اسمه limited time يعني وقت محدد انا حددت وقت النوم. يبقى I was reading مثلا from 5 to 6 o'clock yesterday. ده كده اسمه limited time يعني انا حددت التايم فعشان كده خدت الايه اتكلمت في الباست كونتينيوس. لكن لو انا كتبت yesterday بس هقول I read a story مثلا yesterday. ايه اللي خلاني هنا اتكلم في الباست كونتينيوس وايه اللي خلاني هنا اتكلم في الباست سمبل؟ هنا باست كونتينيوس عشان ايه قلت اتكلمت في limited time، لكن هنا كلمه yesterday. في حاجة تانية قلنا اللي هو الـ while when while يعني معناها بينما و as معناها بينما و just as معناها بينما، لكن هما دول كلمات دالة لازم اللي يجي بعديهم الحاجة اسمها الـ first action يعني الحدث الأول ولازم يكون في الـ past continuous. لو قلت لك يا مسز نهى حضرتك امبارح عملت two في نفس الوقت عملت two وقطعوا حدث تاني قصير. الحدث الطويل ده بقى اللي خد فترة في الماضي ده اكيد ده الباست كونتينيوس اللي هو الماضي المستمر قعد في الماضي واستمر فترة.
ان انا قلت ايه دلوقتي؟ I was doing my homework. I was doing my homework. يعني كنت قاعده فتره بعمل الهومورك بتاعي، بياخد وقت اكيد. When my father came. يبقى انا عرفت كده ان when بيجي بعديها الباست سامبل، والبعيد عنها الزمن الثاني الباست كونتينوس. عكسها بالظبط قاعده وايل، عكسها بالظبط. يعني انت لو حفظت قاعده واحده منهم هتعرف تطبق القاعده الثانيه، لان الاثنين عكس بعض. وايل لازق فيها الباست كونتينوس. يعني انا لو عايز استخدم دلوقتي اقول while I was reading my story مثلا، او the new story. while I was watching TV، وانا بتفرج على التي في. my father مثلا played with my sister مثلا، او the telephone rang. التليفون رن، يعني انا قاعده بتفرج على التلفزيون، ده حدث طويل وقعد استمر فتره في الماضي. the telephone rang. اللي جه بعد وايل الباست كونتينوس، ده اللي لازق فيه، اللي هو ايه؟ مسز فاطمه لسه قايله حالا was where plus the verb plus the ing، واللي بعيد عنه الباست سمبل اللي كل مره بنشرحه مع بعض. عكسها قاعده وين، لو حبينا نحط وين بدلها، وين هيجي بعديها الباست سمبل واللي بعيد عنها الباست كونتينوس. احنا إيه؟ رسمناها بدايجرام يا مسز نوع على الاكزامبل اللي حضرتك قلتيه. رسمناها بدايجرام، ادي الاكشن الفيرست اكشن اللي هو طويل جدا ده، ادي الفيرست اكشن اللي بيكون دايما يكون في الباست كونتينوس. شايفين اللي هو الارو اللي انا عاملاه ده بالبلو وعليه الريد، ده اسمه الفيرست اكشن. يعني ايه الفيرست اكشن؟ يعني الحدث الاول، والحدث الاول لازم يتحط، احنا حاطينه في ايه؟ في الباست كونتينوس. قلت I was doing my homework، وادي وين، ادي الحدث الثاني قطع الحدث الاول. when my father came حطيته في الباست ايه؟ سمبل. ادي وين في النص وبعدين باست سمبل. هكتب دايجرام ليها كده لو قلت مثلا عشان تعرفوها احسن نوت اورالي. لو قلت when بيجي وراها السكند اكشن، يعني الحدث الثاني سكند اكشن، ولازم اخليه في الباست سمبل. باست سمبل. وبعدين الحدث اللي بعديه بتربط بين جملتين، الحدث اللي بعديه بيكون باست كونتينوس، وبيكون اسمه الفيرست اكشن، يعني الحدث اللي حصل الاول. ناخد اكزامبل على ده. لو قلت سواء وين ممكن تيجي في النص، في الميدل، ان ذا ميدل، او ممكن تيجي فين؟ ات ذا فيرست. لو انا كتبتها ات ذا فيرست يا مسز نو، وين ذا تليفون رانج، ذا تليفون رانج. شايفين رانج هنا؟ رانج ايه؟ باست سمبل. ادي باست سمبل. يبقى اللي بعد وين، سواء جت في الاول او في النص. يس، ادي باست سمبل. قلت اي واز سليبنج مثلا، I was sleeping. ادي هنا، ادي وين في الاول، وبعديها قلت باست سمبل اللي هو ماضي بسيط، وبعدين باست كونتينوس. طيب لو جت في النص ان ذا ميدل هتحط، هجيبها ازاي؟ برضو لازم يكون وراها باست سمبل، لازم يكون وراها باست سمبل. ادي وين في النص. اكسكيوز مي مسز فاطمه، معانا اتصال، معانا امنيه من القاهره. الو. هلو امنيه، هاو ار يو؟ اي ام فاين. فاين، اوكي، الحمد لله. وات اباوت يور ماركس، عملتي ايه في الاكزام؟ ذا فول مارك. فول مارك، اكسلنت. انت متابعانا؟ ايوه. طب دو يو هاف اني كويستشن؟ عندك اي سؤال؟ نو. يو وونت تو بي اسكت؟ يس. اوكي، المره الجايه هتتصلي بينا وتسالينا احنا بقى، ماشي؟ اوكي، يبقى عندك سؤال كده وحاجه انت مش عارفاها مثلا او مش متاكده منها تتصلي بيه. اوكي؟ اوكي. معاكي ميسز فاطمه هتسالك. واتس هير نيم؟ امنيه. امنيه، هاو ار يو امنيه؟ اي ام فاين. اوكي، انت متابعانا اكيد من الاول يا امنيه، فانا هديلك اكزامبل على وين، قاعده وين لسه كنا بنتكلم عنها دلوقتي. ادي وين جت في الاول، وين اي سو، ولا سيينج، ولا سين الاين. When I saw ولا seeing ولا seen a lion I was walking. Well I saw. I saw. ليه خدت سو يا أمنية؟ ليه خدت سو يا أمنية؟ هي صح سو. علشان was. علشان مين؟ was. عشان when. عشان ايه؟ when. اللي هي when، اللي هي اداه الريلاتيف كلوز وين، عشان كده خدت ايه؟ سو. خدت ايه؟ سو. اوكي، اوكي، ثانك يو امنيه، يو ار اكسلنت. اوكي، ثانك يو.
جود باي. جود باي. نرجع تاني للاكزامبل بتاعنا. نرجع تاني مع مسز فاطمه. وين وايل. اوكي ادي وين نفس الاكزامبل اللي احنا كتبناه. قلنا وين لسه قايلين وين بيجي وراها باست سيمبل وبعديها الحدث اللي حصل التاني، الحاجه بتحصل التانيه وبعديها. عشان نلخبطهم يا مسز فاطمه نقول ان هو وين لازق فيها على طول الباست سيمبل، سواء جت في الاول او سواء جت في النص هي ماشي معاها الباست سيمبل وخلاص. يس okay. عشان هما بيجي لهم ممكن ترجي بين جملتين، لان وين ساعات بيجي ممكن تيجي معاها الاثنين باست سيمبل. ممكن يجي باست سيمبل. يس اي واز سليبنج وين ذا تليفون رانج. طيب احنا كده خلاص اتكلمنا عن وين. ادي قلت لو حتى جت في النص اللي قبلها بيكون باست سيمبل، واللي بعديها هيكون باست كونتينوس. لكن لو از او جاست از او وايل، الثلاثه نفس اليوسج نفس الاستخدام وبيجي وراهم لازم الباست كونتينوس. لو احنا خدنا نفس الاكزامبل اللي احنا اتكلمنا عليه، لو كتبت از او وايل او جاست از بالكابيتال، لازم الثلاثه ايه لو جم بالكابيتال. قلت نفس الاكزامبل وايل او از او جاست از اي واز sleeping، الحدث اللي هو واخد وقت ذا تليفون رانج رانج. اوكي حتى لو جت في النص برضو يا مسز نهى لازم يجي وراها الباست كونتينوس. اوكي اكسكيوز مي مسز فاطمه، معانا اتصال. الو 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 واتس يور نيم؟ اي ام شيماء. شيماء هلو شيماء. الو واتس الحمد لله. طب شيماء اولا يعني try to speak in English okay at the first، يعني تاني حاجة ان شاء الله بقى يعني listen from the phone، اسمعينا من التليفون بس ووطي التلفزيون. اوكي 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 الو. اوكي شيماء how are you بقى how are you؟ I am fine. fine الحمد لله. what about your mark؟ درجتك عامله ايه في الانجليش؟ 98. اوكي جميل اكسلنت شيماء، ان شاء الله الفول مارك بقى الترم الجاي ان شاء الله. اوكي وتتابعينا. طب do you have any question؟ يس مس انا عايزه اعرف النوت ايه كلمه. عايزه تعرفي ايه نوت ايه كلمه؟ اه اتفضلي. هي اوشن، انا عايزه اعرفها. او سي اي اي ان اوشن، قصدك اوشن. اوشن يعني محيط يا حبيبتي. يعني محيط. اوشن اللي هو او سي اي اي ان اسمها اوشن، ده بتتنطق شا ساوند، حاجه اسمها شا ساوند تتعمل كده في القاموس. اوكي اسمها اوشن. اوشن يعني المحيط. المحيط عارفين المحيط اللي هو ات از بيجر ذان ذا سي. اه عارفين المحيط. انا عايزه اسالك سؤال يا شيماء. في كلمه تاني. طب انا هسالك على كلمه بقى. في كلمه خدناها في يونت 6 اللي هو ذا سكول كونسرت، الحفل الموسيقي بالمدرسه، وحاجه شبه كده بتتنطق نفس النوت، فاكراها؟ تشيلو. تشيلو اكسلنت شيماء ثانك يو. طب اتفضلي قولي الكلمه الثانيه. هي بي او بي او بي بي فور بي بي فور بان ولا بي فور بوك؟ لا بي فور بي تقيله. تي اي اسمها يعني بان. نو ما فيش حاجه اسمها بان. مفيش حاجه اسمها بي تقيله. في حاجه اسمها بي فور بان وحاجه اسمها بي فور بوك. اه بي بي ايه بقى؟ او اي او اي اس او بايزون كده. بي او اي اس او ام. ايوه او يو اس. بويزنس. بويزنس يعني سام. سامة. هديلك اكزامبل مثلا قلت ذا سنيك از بويزنس. عايزه بس اعرف نطق. انا عارفه بس المعنى، عايزه اعرف النطق. بويزنس كلمه بويزن لوحدها يعني سم. بويزن لغايه الان اسمها السم ذات نفسه، لكن لو انا حطيت لها اس بويزنس زي دينجر ودينجرس. اوكي بويزنس ماشي اوكي ثانك يو ثانك يو شيماء. ايوه كده عايزين اسئله حلوه كده على البرونسيش. اي وانت تو بي يو وانت تو بي اسكت. طب شيماء احنا كنا بنتكلم دلوقتي على الباست كونتينوس، وين بيجي وراها الباست كونتينوس ولا الباست سيمبل؟ لا الباست سيمبل. ثانك يو يو ار اكسلنت شيماء. ثانك يو فيري ماتش. جود باي شيماء ثانك يو. نكمل مع حضرتك قاعده وين ووايل. لو جينا على وين ووايل يا مسز نهى، قلنا وين اتكلمنا عنها، قلنا بيجي وراها الباست سيمبل، دايما باست سيمبل زمن ماضي بسيط هتاخدوها ان شاء الله في الاعدادي في مرحله البريب، اللي هي ممكن يجي معاها حدثين اللي هو الباست ده باست سيمبل وده باست تايم، لكن في جريد 6
بيجي وراها لازم باست سامر زمن ماضي بسيط ومن الكلمات الداله على الباست الباست كونتينيوس. اوكي يعني هي بيجي وراها باست سامبل وبرده من الكلمات الداله على الباست كونتينيوس بتربط بين حدثين. الحدث اللي بيجي وراها لازم يكون في الماضي البسيط وبعدين اللي بعديها الجمله اللي بعديها تكون ماضي مستمر اللي هو was were plus الverb plus ing. لكن as و just as while هما الثلاثة نفس الاستخدام ونفس المعنى معناهم بينما بيجوا وراهم اللي هو الحدث اللي بياخد وقت. زي for example لو انا ادي example احسن عشان تبقوا عارفين while I was running اما انا كنت بجري while او as I was running او just as I was running I fell down انا ايه وسقطت او وقعت. اوكي يبقى جه اللي بعديها على طول اللي هو الباست كونتينوس وحطيت له ing. لو قلت while I was watching TV the light switched off يعني النور طفي. اوكي يبقى while I was watching TV the light switched off. اوكي ثانك يو مسز فاطمه. بس اكسكيوز مي معانا اتصال معانا مريم من القاهره. الو هلو هلو مريم هلو هاو ار يو I'm fine, thanks. Raise your voice, Maryam. علي صوتك. Okay. Do you have any question, Maryam? No, I want to be asked. You want to be asked? Okay, Maryam. دي يعني it's the last time. آخر مرة بقى لأن المرة الجاية أنا عايزاكي تسألي كذا سؤال كمان. Okay. تتصلي بينا عشان أعرف إنك بتذاكري. أعرف إنك بتذاكري وبتحلي حاجات وفي حاجة وقفت قدامك أو مش متأكدة منها. إن شاء الله ما فيش حاجة هتقف قدامكم. حاجة مش متأكدة منها وعايزة تتأكدي اتصلي اسألينا. Okay. Okay. معاكي مسز فاطمة تسألك. اوكي مريم. مريم how are you? I'm fine. Are you in national school or in international school? No, I'm in Burmese and language school. Language school. باين من الconversation بتاعتك اللي انتي في language school. اوكي لو قلت يا مريم في سؤال بيسأل عنه عن الadverbs. بسأل بأداة استفهام ايه عن الادفيربس. لو قلت لك مثلا انا مش هدي حاجة مثلا usual كده هقول لك she played the drums loudly. لو انا عايز اسال على loudly هقولها ازاي؟ اسال بأداة استفهام ايه يعني؟ how yes how ايه بقى؟ how did she play excellent excellent she Marianne. Yes how did she play play the ايه the drums the drum. Drums. Thank you Mariam. Thank you. You are excellent. Thank you very much. Try to call us. Thank you. Goodbye, Maryam. Goodbye. Okay, احنا كده خدنا مع ميسيس فاطمة دلوقتي واهم حاجة خدناها النهاردة الفوكس تايم غير ان احنا طبعا راجعنا على الوايلد انيمالز والتيم انيمالز الحيوانات المتوحشة والحيوانات اللي هي البرية يعني والحيوانات الاليفة. خدنا كمان حاجة مهمة جدا اسمها الباست كونتينوس. ايه هو؟ ببساطة جدا بيتكلم بواز وير بلس الفير بلس الانيجي. اي حاجه فيها كونتينوس لازم يبقى فيها ان جي. طب خلصنا اهم قاعده معاها الكلمه اللي بتدل عليها اللي هي اسمها الكي ووردز او التايم اكسبريشنز اللي هي كلمه وين وويل. دول من الروابط الاثنين عكس بعض في القاعده اللي او على الاقل اللي انتوا واخدينه في جريد 6. الاثنين عكس بعض ازاي؟ قلنا لو جت وين لازق فيها الباست سيمبل سواء بقى جت في اول الجمله ات ذا فيرست او ان ذا ميدل يا اما جت في النص لازم لازق فيها الباست سيمبل ماشي وراها يعني. ولو جت في الاول برضو لازق فيها الباست سيمبل. والحدث الثاني اللي بعيد عنها الباست كونتينوس اللي هو واز وير بلس الفيرب بلس الاين جي. عكسها بالظبط قاعده وايل. عكسها بالظبط قاعده وايل احنا بنحط وايل ولازق فيها الباست كونتينوس اللي هو الحدث الاول الحدث الاطول يعني. قلنا حاطين انا قاعده بتفرج على التلفزيون وايل اي واز واتشينج تي في وايل اي واز واتشينج تي في ذا تليفون رينج او ماي فادر كيم بابايا جه. الحدث الاطول ان انا قاعده بتفرج على التي في وماي فادر كيم. اوكي لازق فيها برضو سواء جت في البدايه خالص في اول الجمله او جت ان ذا ميدل. اوكي ناخد حاجه ده اللي هو السمري عنه خالص. لكن هو في سؤال علينا مرتبط بالايه مرتبط باليونت هو سؤال اسمه بوات وات بعديها طبعا واز اوير. مسز فاطمه معلش احنا معانا اتصال تاني معانا عبد الرحمن من الجيزه. الو عبد الرحمن. الو يا مين؟ يا عبد الرحمن وطي التلفزيون. اوكي ماشي يعني هتسمعنا من التليفون وانا صوتي عالي وهتسمعني ان شاء الله. ماشي اوكي يلا هاو ار يو؟ بيست بي تو الله. بيقول زيست بي قصدك باي ذا نيم اوف الله؟ نقول كده تاني اجاين بريت بي تو الله يعني الحمد لله. الحمد لله بليز. اوكي اكسلنت اكسلنت عبد الرحمن بليز والله ثانك يو. طب قول ام فاين. اوكي اي ام فاين الحمد لله الحمد لله اي ام فاين الحمد لله. اوكي اكسلنت عبد الرحمن. اوكي دو يو هاف اني كويستشن؟ لا
ايه؟ Do you have any question؟ عندك سؤال؟ لا انا عندي سؤال بس اخلي ماما تقولكوا بعد ما اسال. انت تتسالي الاول وبعد كده ماما تسالنا؟ اه. اوكي بس انت اللي المره الجايه هتسالنا يا عبد الرحمن، اوكي؟ ماشي. انت جبت كام في النتيجه بقى ان شاء الله كده؟ 97. طب اكسلنت اكسلنت، وعملت ايه في الانجليش؟ المارك بتاعت الانجليش؟ يعني جبت كام في الانجليش؟ 97. 97 في الانجليش، اوكي اكسلنت عبد الرحمن، ان شاء الله الفول مارك في الترم الجاي، اوكي؟ ماشي. طب معاك ميسس فاطمه هتسالك؟ ماشي. اوكي. ازيك يا عبد الرحمن؟ الحمد لله. انا مبسوطه منك قوي ان انت بتتكلم انجليش يا عبد الرحمن. اوكي دلوقتي احنا خدنا فيربات في ذا سكول كونسرت، قلت شي هات ولا بلو ولا بلاي، قلنا مثلا بلاي بلاينج معلش عيدي ذا درامز. عيدي السؤال، عيدي السؤال تاني عشان بعيد بعيد على التلفزيون. طيب هقوله لك اورال يعني عن طريق الصوت. قلت شي هات ولا بلو ولا بلاينج ذا درامز. هلا درامز بيجي معاها فيرب ايه يا عبد الرحمن؟ بلاي. ما هو بلاي بس احنا خدنا فيربات، ثلاث فيربات بيجوا معاها زي درامز. بتستخدم فيرب اللي هو الصدمه او يخبط بصوت عالي، ده يعني ايه؟ اسمها ايه؟ اللي هي يدق على الطبول كده. هات ولا بلو ولا بلاينج؟ هات. برافو، ثانك يو عبد الرحمن. اكسلنت عبد الرحمن، يو ار اكسلنت. وات اباوت يور ماذر بقى؟ ماشي اوكي. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله انا بشكر حضراتكم على مجهوداتكم دي والله العظيم. ثانك يو، ربنا يخليك. شكرا. ربنا يخليك. شكرا للمتابعه. ربنا يخليك يا فندم. هو حضرتك ولا يعني هوين وموبايل وكده بتيجي كادوات ربط وبتربط ما بين الماضي البسيط والماضي المستمر. ايوه تمام. طب حضرتك هو ممكن يجيب له بقى، مش يختار كده اللي هي ازمنه الافعال، يجي له مثلا يختار هوين او هوايل او كده؟ اه ممكن طبعا، فاللي تشوز ممكن يجيب لك وسايب السبيس ويلخبطك بقى وين ولا وايل. انا هبص ايه اللي وراها على طول، لقيت الباست كونتينوس اختار وايل، لو لقيت الباست سيمبل اختار وين. مش عارفه ده قصد حضرتك ولا ايه؟ يا الله ممكن يجي ري رايت. ربنا يخليك يا فندم. ثانك يو يا فندم، تحت امرك طبعا. تحت امرك. ثانك يو، جود باي. هو الاسئله اللي بتيجي عليهم عامه هو يجي اندرلاين ري رايت، ما بيجيلكمش. هو بيجي اندرلاين في الحاله دي بتيجي ري رايت، اللي هي الاندرلاين يعني حط ايه خط تحت الايه الكلمه. أو تشوز. دلوقتي هنرجع للسلايد عشان يبين اكتر. قلت I was watching TV when my friend called me. I was watching TV when my friend called me. ادي باين اكزامبل. هناخد بقى احنا شرحناها دي as or just as when. هناخد السؤال اللي مفروض ناخده اللي هو concerning with the unit. في سؤال علينا بأداة الاستفهام what، وبعديها was aware، وبعديها subject، وبعديها كلمة doing، وبعدين when. هو معلش الفورم بتاعه كبير شوية، لكن هو بيجي لك موجود في بيج 8 عامة في تايم 4 اللي هي الصورة، وانت بتكتب زي مثلا فور اكزامبل. سهلة جدا لما ياخد الاكزامبل نفسه يعني. يس فورما كويستشن، بيجي لي فورما كويستشن، لكن هو موجود عندنا في التايم 4 انجلش اللي هو as a practice، لكن هو بيجي لي في الاندرلاين او بيجي لي فلوك في listen and complete. في عندي what plus was aware، بعدين subject، بعدين doing، بعدين when، وبعدين subject برضو نفس subject والpast simple. ادي example. for example يا مسز نارا قلت لك what were you doing when مثلا the lion walked by او ran by. okay I was running. I was running when the lion walked by. okay. I was running. انا عملت I was running when، وبعدين حطيت بعدها الباست سيمبل when the lion ran or walked by. okay. okay what else عشان نخليها اكتر. قلت what were you doing when the camel walked by برضو. okay when I was reading when the camel walked by. I was reading when the camel walked by. Exchange ba. Exchange. okay. What were you doing when the deer ran by? I was washing my car. Okay, you was washing your car. Okay. yes. You were. Okay, طب what was your brother doing when the deer ran? He was reading a story.
he was reading a story excellent. اوكي ولو احنا عايزين نعمل full answer يا ميسيس فاطمه he was reading when the deer ran. اوكي ينفع وينفع عليها الابريفيشن الاختصار طبعا. الاختصار ابريفيشن هو انت ما بيجيلكش السؤال كده خالص السؤال ما بيجيلك في الاندرلاين او بيجيلك في الليسن اند كومبليت بس ده للفهم يعني عشان yes. هو يبقى yes. فاهم طبعا اه يبقى عارف أوه. ايه اللي بيجي بعد وين ايه اللي بيجي بعد وايل تكوين الجمله عشان يعرف يتكلم انجليش طبعا يس طبعا ده وهتنفعه دلوقتي هو مرحله البريب كل الحاجات دي موجوده تاني يبقى خدنا اداه الاستفهام وات ايه اللي احنا كنا بنشرح الباست كونتينوس دي عشان اداه الاستفهام وات بيجي بعدها واز او وير وبعديها السبجكت وبعدين كلمه دوين وبعدين كلمه وين ونفس السبجكت اللي بسال عنه وبعدين الباست سامبل زي فور اكزامبل ما قلنا وات وير يو دوينج ده بيرمننت وين اللي بعديها هو اللي بيتغير وين مثلا ذا لاين ران باي وخدنا ران باي ووكت باي يعني ايه ران باي ووكت باي ران باي يعني يجري ووكت باي يعني يمشي بالقرب من اوكي معانا اتصال ميسيس فاطمه اكسكيوز مي الو معانا مريم من القاهره الو هاي هاي مريم هاو ار يو هاي Hi. طب مريم يا مريم switch off the TV. Switch off the TV. Okay. Or decrease the voice يعني. Okay. Okay. How are you, Mariam? I'm fine. Thank you. Okay, thank you. Do you have any question, Maria? No. You want to be asked? I want to be asked. You want to be asked? Okay, Mrs. Yeah. Fatma will ask you. Okay, Mrs. Fatma, معاكي. We'll ask you. Okay. Mariam. Mariam, هسألك أورالي يا مريم. Hi, Fatma. Hi, how are you? I'm fine, thank you. Okay. Did you follow us? No. No? أنت ما بتتابعيناش خالص؟ I want to be asked. انا بقول لك did you follow us يعني انت بتتابعينا على طول او do you follow yes. us yes yes okay هسالك اورال يا مريم what were you doing when your father visited you هو ممكن الكاسي يبقى طويل عليها ممكن الناس فاهمه اكتبه لك الكويشن طبعا عشان نسهله عليها اكتبه لك يا مريم okay. انا دلوقتي طبعا اللي هي القاعده اللي احنا دي اللي بنقولها مش شرط على اللي هو على الكيس بتاعه الزو انيمالز اسكيب ممكن اسالك على اي حاجه بتحصل مثلا اقول لك وات وير يو دوينج ماذا كنت بتفعلي وات وير يو دوينج وين ذا تليفون رانج وين مثلا يور انكل في فرق بين انكل وانكل انكل فيزيتد يو يعني عمك زارك امبارح what were you doing when your uncle visited you كنت بتعملي ايه بقى جاوبي كده try to عايزاكي الانسر تكون بالبريزنت بالباست كونتينيوس I was yes I was مش was I was reading I was reading I was reading excellent thank you عايزين نعمل فول انسر تقدري تكمليها When my uncle came. Excellent. Excellent. But I was reading when my uncle visited us or came. Yeah. Okay. Thank you, Mariam. Thank you. You are very excellent. Thank you and goodbye. Thank you. Okay. نكمل مع ميسيس فاطمة. نكمل دلوقتي تكوين السؤال قلنا. طبعا هو مش لازم نقول when plus was where plus doing. لا احنا هناخدها كلها. في example كده ميسيس فاطمة قالت منه كتير هو مثلا when or what are you what were you doing when your father came يبقى احنا ده تكوين السؤال يعني كنت بتعمل ايه لما باباك بتكلم في ايه بجاوب طبعا بالباست كونتينوس اللي هو الماضي المستمر قلناها كتير قوي اللي هو بيتكون من was were plus the verb plus the ing was بتيجي مع السنجولر بتيجي مع المفرد يعني بتيجي مع الاي والهي والشي والايت وطبعا اي اسم مفرد وير بتيجي مع البلورال بتيجي مع الجمع يعني اليو والوي والذي واي كلمه جمع اوكي اوكي طبعا احنا اتكلمنا عنه ده خلاص الباست كونتينوس اتكلمنا عن اللي هي الحاجه الخاصه بيه لكن هو ليه نيجاتيف يعني النفي فور اكزامبل مثلا لو بعمل ايه في النفي اللي هو اكسكيوز مي ميسيس فاطمة سوري يعني قبل ما ندخل في النيجاتيف احنا هناخد دلوقتي اتصال الو معانا اسامه بالشري الو واتس يور نيم My name is Osama. Osama, hello Osama. Hello miss. How are you? I'm fine. Fine, okay, alhamdulillah. طيب, what about your mark in the exam? عملت ايه في النتيجة? 8
98. Excellent. Excellent, Osama. Okay, do you have any question, Osama? Yes. Yes, sure. تفضل. سؤال في الرتنة. سؤال في الليسننج؟ Okay. Yes. احنا معاك بس يا أسامة يا ريت ريز يور فويس علي صوتك. الترتيب. ايه؟ في الترتيب. فالري ارينج الترتيب؟ اه. اوكي اتفضل بس علي صوتك يا أسامة. سليبنج. 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 وين. 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 هي. هي. ووز. واز. لايون. لايون. ذا. ايه؟ ذا. The ran. Ran, yes. Yes. Run a by. Okay. لسه واخدينها حالا يا اسامه. المفروض اقول في حاجه what اقول I was sleeping when او he was sleeping يا اسامه. اسامه انت معايا؟ انا هبدا بايه؟ طبعا احنا ما كانش بيجي لنا ما بيجيناش اللي انا نحط اندرلاين. اكيد هو جايب لك هي بالكابيتال صح يا اسامه؟ فهبتدي بهي عشان هي بالكابيتال وبعديها هي لازم بيجي وراها ايه؟ واز. هي واز وبعد واز لازم يجي الفيرب اللي فيه اي ان اي جي يبقى هي واز سليبنج وين لما ذا لايون ران باي. هي كبيره شويه بس احنا لسه شرحناها حالا اللي هي الماضي المستمر الاول اهو وبعدين وين وبعديها الباست اللي هو الماضي البسيط. طب لو سمحت انا عايزه اتسال. عايز تتسال؟ حاضر. هدي لك واحده زيها بالظبط يا اسامه عشان خاطر ايه تبقى عارف الايه المستكس ادام هي صعبه عليك كده يبقى خليك تعمل واحده ري ارينج قلي. برضو واحده ري ارينج كده yes. معانا قلت مثلا واتشنج وي وين وي شي وي مثلا كامل وي ووكت وي باي وي واز. تعرف تعملها بقى؟ قول يلا. اوكي. يس. وي في هنا تي في كمان. اوكي. اوكي. She yeah. was ايه بعد was لسه قايلين الفيرب اللي فيه ing. She was watching. ايوه. Watching what? TV. TV yes يبقى انت مليني بقى يا اسام بدات بشي بعد شي في ايه؟ TV when. She was وبعدين watching TV اوكي. Okay. بعدين ايه؟ وبعدين كمان. When ذا. When. هنا في ذا يبقى when ذا. When ذا. ذا ايه؟ اسمه ايه؟ ذا كامل. 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 ماله؟ ووكت. ووكت اسمها ووكت. ووكت باي. ووكت باي. ونكتبها برضو ميسس فاطمة كسبان. قول لي الجملة كده يا أسامة تاني. قولها لي كده لا بالنمبرز اهوت وهو اللي هيرتبها لي. قولها تاني عشان هي كبيرة وتجيلهم في الري ارينج برضه. He was watching TV. He was watching. When كامل. When ذا كامل. ايوه. وقت ايه؟ وقت باي. باي ثانك يو يو ار اكسلنت اسامه. شفت الموضوع سهل ازاي؟ بس تراي تو براكتس اباوت ات يعني لازم تتدرب عليه اكتر من مره عشان خاطر هي الجمله كبيره فعلا ممكن تلخبطك. ثانك يو. اوكي ثانك يو اسامه. نرجع تاني يا مسز نهى للاكزامبلز. معانا اكزامبل هنا احنا اللي هو what were you doing احنا خدناها ادي النص الاول من السؤال what were you doing when وام كملها بقى when the camel walked by what were you doing when the camel walked by. احنا هنخلي حضرتك بقى اللي تقولي الانسر هي مش موجوده عندنا. I was مثلا I was watching my car. اوكي you was washing. You were washing your car? Yes. Okay, thank you. طب what was he doing when the deer ran? He was playing tennis. Okay, but he was playing tennis. لو عايز اعمل الفول انسر هقول when he okay, طب احنا معانا اتصال. اوكي معانا عبد الرحمن من القاهرة. الو؟ 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 الو عبد الرحمن؟ هاي
Hi. Hi. How are you? I'm fine, thank you. Okay, thank you. Do you have any question? I want to be asked. You want to be asked? Okay, يا عبد الرحمن. بعد كده كل الناس تتصل تسألنا. Okay, عبد الرحمن. Okay. علشان نعرف انت بتذاكر ولا لا. وانت بتحل ولا لا. Okay, عبد الرحمن. Okay. Okay, Mrs. Fatma معاك هتسألك. Okay. Hello, عبد الرحمن. Hello. Hello. عبد الرحمن, اولا اسمعنا من الفون. اسمعنا من التليفون يا عبد الرحمن. Okay. 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 Thank you. عبد الرحمن, هقول لك مثلا the lion. The lion. Ran. ولا run. ولا running. By. When. While. I. Was. مثلا eating my lunch. My sandwiches. يلا. يبقى the lion running. تاخد ايه يا عبد الرحمن؟ running ليه؟ مش احنا لسه قايلين دلوقتي قاعده وايل. شايف وايل؟ ادي وايل في النص اهي. عندنا وايل وجاي بعديها الفيرب, جه بعدها الباست كونتينوس, يبقى اللي وراها اللي قبلها باست ايه؟ الباست سامبل. الباست سامبل يا عبد الرحمن. ران ولا ران ولا رانينج؟ يبقى ران. لا ران 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 ران. انت قلت كل الاجابات. انت قلت كل الاجابات يا بودي. اوكي اوكي, ثانك يو عبد الرحمن, ثانك يو. نرجع تاني يا مسز نهى للاكزامبل. نرجع تاني للاكزامبل اللي معانا اللي ليه علاقه بوين وايل, عشان الناس لسه بتتلخبط. هي بس الجمله طويله, لكن مجرد ما تحفظ قاعده واحده من الاثنين هتقدر تطبق القاعده الثانيه, لان احنا قلنا الاثنين ده اوبزيت, الاثنين عكس بعض. يعني لو قلت ان وين لازق فيها, ولو هي ماشيه في اي حته جت في اول الجمله لازق فيها باست سيمبل, جت في نص الجمله برده لازق فيها الباست سيمبل. انا عرفت واحده, يبقى انا اعرف ان وايل عكسها بالظبط, لازق فيها الباست كونتينوس. ايه هو الباست كونتينوس؟ اللي هو واز وير بلس الفيرب بلس الاي ان جي. اوكي اوكي, الاكزامبلز هتوضح اكتر. قلنا اللي هي الاكزامبلز الموجوده بيجي لي ده, وات وير يو دوينج وين ذا كامل وقت باي, وي وير واشينج ذا كار, وات واز ذا دوينج وين ذا دير ران, هي واز لوكينج اون ذا فون. Talking on the phone. اوكي, كنا واخدين كده مع بعض, دايما متعودين ان كل مره بيبقى واخدين جزء في اليونت لازم نجيب الفيربس معانا, الافعال لازم احطها في البريزنت سامبل تنس والباست سامبل تنس. نمبر 1 معانا وده فعل regular, يعني الافعال المنتظمه. عندي اول حاجه wash, الباست بتاعها washed. نمبر 2 wash طبعا يعني يغسل. نمبر 2 climb يعني يتسلق. climbed الباست بتاعها climbed يعني تسلق. في عندي ايه كمان يا مسز نهى؟ chop يعني chop يعني اللي هو يقطع بآله حاده. chopped not chopped, عشان اخرها p تبقى تتنطق t اخرها p. watch it برضو الاثنين نفس النوت, قلت ايه chop, ودي افعال منتظمه. هنا احنا ايه اللي في chop؟ احنا كررنا الاثنين, ضبنا الحرف P عشان قبله حرف متحرك اللي هو A او E او I او O او U, فعشان كده قلنا chopped كررنا فيها اللي هو ال P, يبقى chopped watch it. اوكي, another slide. talk يعني يتحدث او يتكلم, وكنا واخدينها talk on the phone. number 2 hopped نفس القاعده اللي حضرتك, hop يعني ينط على رجل واحده ينط, والباس بتاعها هوبد نفس القاعده بتاعت chopped. اوكي اوكي, وات ايلس في عندك؟ الريجولار فيربس اللي هي تحفظ كما هي. بوت دي الافعال بقى اللي بتتغير شكلها تماما, اللي هي الريجولار, اللي هي في افعال شاذه وافعال غير منتظمه. ده فعل شاذ زي put وتيك توك. بوت يعني يضع, وبوت put برضو تبقى put وتيك توك. في حاجة يمس في الليسون ده لازم نقولها قبل ما تنتهي الحلقة, في collocation موجودة عندنا في conversation time أو في practice, زي قلنا اللي هو talk on the phone لازم نحفظها, وفي take out the rubbish دي موجودة هتلاقيها في page 8 في time for English. ده في practice time هتاخد, في عندي talk on the phone يعني يتصل في التليفون, في take out the rubbish يعني يأخذ الرابش أو الليتر خارج المنزل, في كمان اللي هي feed the dogs أو feed the birds, وفي اللي هي برضو read a newspaper. اوكي ثانك يو مسز فاطمة. للاسف وقت حلقتنا انتهى معاكم, بنتمنى طبعا الحلقات الجايه تتصلوا وتسالونا ان شاء الله, وتكونوا متابعين معانا. الناس تذاكر من اول الترم ان شاء الله. ثانك يو فور يور تايم. ثانك يو اند جود باي. ثانك يو مسز فاطمة. نطت والمسز نهى.